نرحب بحضراتكم مرة تانية وفي قعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ولكن كان في مجموعة من الأحداث، من أهمها مؤسسة حياة كريمة شاركت في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، وأيضا مطار العريش استقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة لشعب فلسطين. كمان مسؤول حملة المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابية يدعو كل مواطن للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين وتقديم خدمات ل 521 ألف مواطن في مستشفيات الأمراض الصدرية. وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أنه تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت في كافة محافظات الجمهورية. امبارح أيضاً استقبل مطار العريش في شمال سيناء 26 طن من المساعدات الإضافية القادمة من العديد من الدول لصالح أهالي غزة، وبيواصل المطار تدفق المساعدات الإغاثية وتسلم ممثلي الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيداً لإيصالها إلى غزة. امبارح أعرب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن تشرفه بالتواجد هو وأعضاء الحملة في المجلس القومي لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف المستشار محمود فوزي أن وقوف الشعب المصري مع فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية على المستوى الإنساني والعربي والأمن القومي، داعياً كل مواطن مصري قادر على التبرع بالدم أن يتوجه فوراً للتبرع بالدم، مؤكداً أن هذه المواقف تكشف معادن الرجال. امبارح أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 521 ألف من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة في الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2023 ضمن حملة 100 يوم صحة. امبارح شاركت مصر في مؤتمر رفيع المستوى نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا، تحت شعار مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، الإجراءات التحويلية لمواجهة التحديات الجديدة. أما بخصوص جولة المحافظات، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر. 22 مدرسة جديدة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في تعليم المنيا، وأيضا المتحف اليوناني الروماني في اسكندرية هيفتح أبوابه للزائري. أيضا من ضمن أخبار المحافظات، فمحافظة الأقصر انتهت من تبطين 29 مشروع من الترع بنسبة تنفيذ 86%، تدريب عملي العاملين بشبكات الصرف الصحي في بني سويف استعدادا للشتاء. وأخبار تانية من محافظات أكثر هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا أعلنت حصول 22 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي 2022-2023. المتحف اليوناني الروماني في محافظة الإسكندرية شهد إقبال من الزائرين امبارح في أول يوم للافتتاح الرسمي لاستقبال الزائرين. المتحف اليوناني الروماني واحد من أكبر متاحف الإسكندرية، وتم الانتهاء من أعمال الترميم اللي كانت متوقفة من 2005، ولحد ما تم البدء في أعمال الترميم وتم افتتاحه يوم الأربعاء اللي فات. محافظة الأقصر أعلنت أنه بيتم العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في عدد من مشروعات تأهيل 29 مشروع، والعدد 112 ترعة بإجمالي أطوال 361.3 كيلومتر، وباعتماد مالي تخطى المليار جنيه، وتم تنفيذ 310 كيلومتر بنسبة تنفيذ 86% وجاري استمرار الأعمال. فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف نفذ تدريب عملي للعاملين بشبكات الصرف الصحي من مهندسين وفنيين وعمال، وده استعداداً لموسم الشتاء، وتم التأكيد على كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة وتطهير مطابق الصرف واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.
مديرية الزراعة بكفر الشيخ أكدت أنه تم حصاد مساحة 290 ألف فدان رز، كمان تم جني مساحة 18 ألف فدان قطن، وتم فتح باب الأسمدة الشتوية اعتباراً من 2 أكتوبر الجاري، وتم التنبيه بصرف الأسمدة بالكارت الذكي فقط لسرعة تسليم المزارعين. مطار مرسى علم الدولي استقبل امبارح 13 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 138 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت اللي فات والحد يوم الجمعة امبارح، وبتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تجديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، مع نقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر.